تجاهلنا الجانب الإنساني ونحن نشيد مبانينا ومرافقنا العامة خلال 40 سنة الماضية. يؤدي هذا إلى استمرار نوعية حياة مزيد من الأمريكيين، وعلينا تغيير هذا النهج من الأساس. يجب أن يكون الإنسان لا المركبات أساس التخطيط ومعيار قياس كل شيء. لنطرح رؤية جديدة لأسلوب حياة الناس. الرؤية محور القضية، انعدام الرؤية يهلك البشر. منذ مدة طويلة ونحن نشيد مبانينا وأحياءنا بطرق لا تناسب البشر إطلاقا. استسلم الناس لمقايضة الخيارات. الاستثمار في نظام الطرق السريعة سيزيد التمدد العشوائي والازدحام والتلوث. نستخدم السيارة في جميع رحلاتنا. تستطيع الذهاب إلى أي مدينة في أي ولاية وأي مدينة كبرى، وسترى كيف ندفع إلى توفير أموال عامة للاستمرار في توسيع الطرق والمرافق العامة، لا سيما توفير المرافق اللازمة للتوسع. كلفة هذا باهظة. لا أتوقع تخلي الناس عن سياراتهم للحفاظ على البيئة، لكن هذا يجب أن ينجح. علينا عمل الأفضل لأننا نعمل من أجل المستقبل. يذكرني هذا بتعريف أينشتاين للجنون، تكرار الشيء نفسه وتوقع نتيجة مختلفة. Say, isn't that Jimmy Jones? They say he's the richest man in Texas. Richest man in the world? Look at that, he's got a new Chevy. When Jones wants something, he gets it. I heard that, partner. Sorry. No offense. Sorry, Mr. Jones. Powerful man with a powerful car. I wish. Gee. تعتبر السيارة رمز الحلم الأمريكي منذ مدة طويلة. كانت تحرك مشاعرنا وتجسد مفهومنا للحرية والثراء والاستقلالية، كما تعزز تطلعنا لمستقبل لامع مشرق. تطلع وطني حققته مهارات وخبرات أمريكية. تعبر السيارات عنا بطرق عديدة كأفراد وكأمة، إنها مرآة وضعنا، تظهر نجاحنا وتؤكد وجودنا. 98 A signature that is a hallmark of motor car elegance. Elegance in the grand manner. منحنا السيارات أسماء ترمز إلى عظمتنا وقوتنا، أسماء عبرت عن رسوخ روحنا الريادية. As the new Buick Wildcat for 64. When you go the way of the Wildcat, people take notice. They want to know more about your car. سيارة وخزان مليء بالوقود وطريق سالك. يمنحك هذا شعورا بالأمان والقدرة على تحقيق الهدف وتصل إلى أي مكان. Take one car, some good friends, add sand. كنا نتحكم بمصائرنا فعلا، كنا أحرارا في الذهاب إلى المكان الذي نريد ورؤية ما نريد وفعل ما نريد والعيش في المكان الذي نريد. No other automobile offers so much of what so many people desire. لم يتغير الكثير خلال السنوات 50 الماضية. يواصل مصنعو السيارات مساعدتنا على تعريف أنفسنا بالأسماء التي يختارونها لسياراتنا. نحن رواد باتفندرز نقتحم المجهول، وتقول لنا فورد إننا مستكشفون نقوم برحلات لاستكشاف المناطق المجهولة.
لكن الأمريكيين تحولوا إلى عبيد لهذه الحرية مع وصول عدد السكان إلى أكثر من 300 مليون نسمة، وعدد السيارات والشاحنات الصغيرة إلى أكثر من 250 مليون مركبة. وما بدأ كخيار للنقل أصبح خيارنا الوحيد، وبدأت محبتنا للسيارات تذوي. It's a rockin' engine car, futuramic through and through. It has high dramatic too. When you make a date with the 88, there's a big new thrill for you. مع تزايد سكان الولايات المتحدة الذي سيستمر، لن نجد مكاناً لكل هذه السيارات. لا يمكننا فتح طرق سريعة، لا نستطيع أن نفتح الشوارع ونحافظ على جودة المناطق وخصائصها في الوقت نفسه. على مدى عشرات السنين كانت إضافة خط جديد أو عدة خطوط الحل الشائع لازدحام الطرق السريعة، وكأن إضافة المسارب سيحل مشاكل الازدحام عندما تتفاقم. لكن الواقع كما نعرف اليوم أن زيادة المسارب تؤدي إلى مزيد من الازدحام. والمدهش أننا ننفق مليارات الدولارات على شبكات الطرق وعلى توسيعها. أثناء التخطيط يستطيع المخططون توقع المرحلة التي ستشهد مثل هذا الازدحام أو أسوأ منه بعد 20 أو 30 سنة من الآن. وفي معظم الحالات نستخدم المال العام لتخفيض قيمة العقارات الخاصة عندما نوسع الطرق السريعة، وهذا لا يتفق مع فهمي لأمريكا. نتائج متوقعة تماماً. في الساعة 3 من عصر أحد أيام الجمعة كنت على الطريق I-25 قادماً من الجنوب، وشعرت أنني على الطريق 405 في لوس أنجلس، أي كنت أسير وأتوقف على مدى 40 كيلومتراً. أعرف أن الولاية تضيف مسرباً آخر لتخفيض زمن الرحلة، وهو 48 دقيقة، دقيقة واحدة. لماذا يجب إنفاق كل هذا المال لتخفيض مدة الرحلة دقيقة واحدة؟ هذا غير منطقي. بلغ معدل زيادة السكان في منطقة بوسطن 5% في التسعينيات، وارتفعت نسبة امتلاك السيارات إلى 30%. ارتفعت نسبة الساعات المهدورة بسبب الازدحام إلى 50% لعدم إمكانية إضافة مسارب أخرى، مما أدى إلى بطء حركة المرور، فأصبحت مدة أي رحلة مصدر قلق حقيقي. زادت مدة وصول معظم الناس لمراكز أعمالهم، كان وصولهم يستغرق من 20 إلى 25 دقيقة، أما الآن فيستغرق من 35 إلى 40 دقيقة لزيادة المسافة المقطوعة. أصبح الناس يقطعون مسافة أطول ويدرسون خيارات بديلة. إذا استمرت مدة التنقل في الازدياد كما حدث خلال 20 سنة الماضية، فستزداد المسافات التي يقطعها الأمريكيون بنسبة تفوق 58% بحلول عام 2025. لكن ما مدى تأثير هذا علينا اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً؟ يخسر الأمريكيون 64 مليار دولار سنوياً بسبب أزمات المرور، وسيتضاعف الرقم 3 مرات إذا استمر معدل النمو الحالي. ما مدى تأثير هذه الزيادة على مشكلة تلوث الهواء التي تعاني منها مدننا حالياً؟ ينبعث ثلث غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة من المركبات حالياً، ورغم تقدم تقنيات صناعة المركبات إلا أن انخفاض الانبعاثات لن يكفي لتغيير مستوى التلوث. رغم أن النمو السكاني عامل رئيسي في زيادة استخدام المركبات، إلا أن العامل الأبرز هو نمط تخطيط المدن الذي يركز على الضواحي، لأنه يجبرنا على زيادة استخدام سياراتنا.
هذا ما يسمى الحلم الأمريكي، ونسميه أحيانا نمط الحياة الأمريكية، كما نسميه نمط الضواحي، ونسميه أحيانا المكان المثالي للسواقة بسعادة أو المكان المثالي للسواقة. ترتيبات حياة تعتمد على السيارات إلى حد كبير. أعتقد أن 20% من تنقلاتنا يرتبط بالعمل، أما 80% الباقية فلا علاقة لها بالعمل. هذا يعني أنها تتعلق بإيصال الأبناء لتمرين الكرة أو التسوق. 80% من تنقلاتنا رقم ضخم. إذا عدنا إلى جذور الأسباب سنكتشف زيادة هائلة في المسافات التي تقطعها المركبات وفي عدد رحلات الأسرة اليومية. أقصد أن معدل استخدام الأسرة للسيارة حوالي 13 أو 14 مرة يومياً. هذا غير مفهوم، إلى أن ترى التشتت الذي يسود نمط حياتنا حالياً. زيادة المسافات المقطوعة، يقطع الناس مسافات أطول لأننا توسعنا أفقياً. يقول الناس إن عليهم قطع مسافة أطول للوصول إلى أماكن معينة والحصول على خدمات معينة للوصول إلى المكان المطلوب. زاد استخدام الناس لسياراتهم لأداء مهمات بسيطة. هذا يفاقم المشكلة، لهذا لا يمكننا التخلص من مشكلة الازدحام لأن هذه الأوضاع ستستمر. مشكلة استمرار طريقة نمونا خلال 50 سنة الماضية هي أننا لا نستطيع تحمل النتائج شكلاً وموضوعاً. لا يمكننا تحملها على المستوى البيئي، لا يمكننا تحمل ازدحام المرور إلى الأبد، ولا يمكننا حل المشكلة لأننا لا نملك ما يكفي من الأموال لفتح طرق سريعة تكفي لاستيعاب حركة المرور الناتجة عن التوسع العمراني خارج المدن، ولا يمكننا كذلك تحمل عبء وكلفة عدم الاستثمار في المدن. يبلغ الطول الكلي للطرق التي فتحها الأمريكيون حوالي 25 مليوناً و750 كيلومتراً، لكن هذه المرافق بدأت تتهالك وأصبحت بحاجة ماسة للإصلاح. يوصي خبراء الهندسة بإنفاق 2 تريليون دولار لحل المشكلة في الوقت الذي تجاوز فيه الدين الوطني 9 تريليونات دولار. نتيجة ذلك بدأ الخبراء في التشكيك بجدوى استمرار الاستثمار في مرفق تتناقص عائداته باستمرار. ببساطة يمكن وصف ترتيبات العيش في الضواحي وكل ما يتبعها سوء توزيع للموارد في تاريخ العالم، والسبب هو أنها ترتيبات عيش لا مستقبل لها. وهكذا علقنا داخل هذا الإطار، لهذا نستخدم كل الوسائل الممكنة لإخفاء المشكلة وإنكارها ومواصلة التصرف بالطريقة نفسها، وسنواصل التصرف بهذه الطريقة إلى أن تحدث صدمة تضطرنا لتغييرها. الطوارئ، تفضل. انهار الجسر. أين؟ هناك مشكلة، الناس في كل مكان. الطوارئ، لحظة. أحضروا كل ما لديكم، انهار الجسر بأكمله. كنت في منتصف الجسر وبدأ كل شيء بالاهتزاز. نظرت في مرآة السيارة وبدأ الجسر والسيارات بالاختفاء. يجب ألا ينهار أي جسر في أمريكا. أصبح الحدث المأساوي الذي تعرضت له مينيابوليس في الأول من آب أغسطس عام 2007 الشغل الشاغل لسكان المدينة، وعم الحزن أمتنا على من فقدوا أرواحهم دون ذنب بسبب هذا الحادث. ولكن انهيار الجسر أثبت ما كان الكثير من خبراء الهندسة المدنية يحذرون الحكومة منه، فقد كشف الأخطار الكبيرة التي نواجهها بسبب تهالك مرافقنا العامة.
بالمناسبة، نشرت جمعية المهندسين الأمريكية تقريراً لا أعرف اسمها الرسمي، قد تكون جمعية المهندسين أو شيئاً من هذا القبيل، لكن التقرير كان عن المرافق العامة الأمريكية بما فيها الجسور والأنفاق والطرق السريعة، كل ما يتعلق بالحياة اليومية، وبيّنوا وضع كل منها بمنحها درجات، وتبين أن الكثير من مرافقنا بحاجة ماسة إلى الإصلاح أو الاستبدال، ولا تتوافر الأموال اللازمة لعمل هذا. هل كانت ماساة انهيار جسر الطريق 35 آي المتجه غرباً جرس إنذار؟ هل ستوفر زيادة الاستثمار في هذه المرافق المتهالكة الحل اللازم لحماية المواطنين؟ أم أن هذا النقاش مجرد وسيلة للتعتيم على مشكلة أكبر؟ يعتقد الكثير من علماء جيولوجيا النفط أننا وصلنا لقمة إنتاج النفط خلال هذا العقد وربما قبل ذلك. حدث شيء في أمريكا عام 1970، استخرجنا نصف ما يمكننا استخراجه من النفط، ومعظم هذا في السنوات الستين الأخيرة. إذا صح هذا وبالنظر إلى تطور الهند والصين وغيرها، سينفد مخزوننا من النفط خلال 35 إلى 50 سنة إذا استمرت أنماط الاستهلاك الحالية. تتولى عدة مجموعات تقدير مخزون النفط العالمي، بعضها يدرس ذروة الإنتاج كالعمل الرائد الذي قام به ماريون كينغ هوبرت الذي عمل في شيل ثم في دائرة المسح الجيولوجي الأمريكية. أجرى ماريون كينغ العديد من الدراسات وتوصل إلى رقم في آخر الأمر. وكان رقم الذروة ضمن الإطار الزمني الذي اقترحه في تقديراته اللاحقة. وتحدث ماريون كينغ عن تقاطع ذلك النموذج البسيط مع أنظمة الحصص والتقدم التقني هل يسمح بنموذج أكثر تعقيداً؟ يتناقض وضع مجتمعاتنا الصناعية الحديثة مع الماضي ومع مستقبل ما سنفعله بالوقود الأحفوري. ولتقدير الوقود الأحفوري في تاريخ البشرية، درست هذه الفترة الزمنية هنا. أكد نموذج كينغ هوبرت لذروة إنتاج النفط أن تقدم تقنيات اكتشاف النفط سيزيد تقديرات مخزون النفط، ونتيجة لذلك حسنت صناعات النفط إنتاج حقول النفط الموجودة إلى حد كبير، ما يضمن الإنتاج لفترة أطول. لكن معظم الخبراء يعترفون بأن هذا التقدم لا يغير حقيقة أن النفط مصدر غير متجدد، فهذه حقيقة لا يمكننا تجاهلها. درسنا النفط العالمي والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي السائل على مدى 5 سنوات من العمل المكثف المتكامل، وكانت النتيجة تقدير المخزون ب3 تريليون برميل، بالأحرى متوسط تقديراتنا. فهناك العديد من التقديرات، وهذا تقدير واقعي إلى حد كبير. إذا اتبعنا طريقة شيفرون نكون استخدمنا 1 تريليون برميل نفط، ولدينا 1 تريليون برميل نفط كاحتياطي، وتريليون برميل نفط ينتظر الاستكشاف والاستخراج. هذه بيانات تقديرات الأول من كانون الثاني يناير عام 1996، وأكثر من 300 مليار برميل تم استخراجها من المخزونات، تقدير واقعي. يستهلك سكان العالم حالياً حوالي 30 مليار برميل نفط سنوياً، وانطلاقاً من معدل زيادة الطلب المتوقع وهو 50%، سنستهلك 45 مليار برميل سنوياً بحلول عام 2020. أضف إلى هذا أننا استخدمنا لحد الآن 300 مليار برميل من احتياطي النفط العالمي. هذا مقلق جداً، ويطرح السؤال التالي: متى ستتجاوز حاجتنا للنفط قدرة الأرض على توفيره؟ لم نقدر ذروة الإنتاج في دراساتنا، لكن الكثيرين استخدموا بياناتنا للتوصل إلى مثل هذه التقديرات.
أعتقد أن من المدهش استخدام بياناتنا المتعلقة بالمتوسط لتقديرات الدول الغربية ما أثار مخاوف من زيادة الطلب على العرض ما بين عامي 2010 و2015 حسب بياناتنا التي قدمناها. هذا مقلق. كم هي كمية النفط على كوكبنا؟ يدور جدل كبير حول هذا. من الواضح أننا سنستهلك المزيد من النفط خلال الأعوام المئة القادمة أكثر مما استهلكناه خلال الأعوام المئة الماضية. لا أعتقد أن نصف نفط العالم اختفى، لكن ذروة إنتاج النفط تتعلق بنسبة الاستخراج لا بتوافر المصادر، واستخراج معظم النفط المتبقي سيكون بطيئاً وشاقاً ومكلفاً. سيكون استخراجه غاية في الصعوبة، ولن نتمكن من توفيره بسهولة وبأسعار زهيدة كما كنا نفعل في 50 سنة الماضية. مفهوم الذروة، أو الأفضل أن أسميه مفهوم الاستقرار، هو أن نضيف احتياطات حسب الحاجة. مشكلة الاستقرار أننا لا نستطيع تغيير البنية الأساسية بالسرعة الكافية. لا تتوافر أيد عاملة ومعدات تكفي لزيادة الإنتاج بسرعة كافية لتلبية الطلب إذا ازداد بسرعة تفوق توقعاتنا، ما يدفع إلى استغلال الموارد بحذر قدر الإمكان لأنه مصدر غير متجدد. ما لا يفهمه الناس جيداً أن المشكلة لا تنحصر في نفاد النفط، لأنه لن ينفد، وحتى عندما نواجه مشاكل رهيبة فسنجد نفطاً في الأرض، لكن استخراجه قد لا يكون مجدياً اقتصادياً. لا يعتبر تذبذب إمدادات النفط جديداً على المستهلك الأمريكي، فقد تسببت كارثة إعصار كاترينا عام 2005 بأضرار بالغة لمرافق النفط في خليج المكسيك ودمرت المصافي هناك، ما أدى إلى نقص إمدادات الوقود وضعف أسعارها. رغم ذلك استوعب المستهلكون هذه الزيادات دون تذمر، وارتاح الكثيرون لمجرد استمرار توافر الوقود بعكس صدمات النفط في السبعينيات عندما اعتاد الناس على طوابير محطات الوقود وثارت ثائرة الغضب. لا يمكننا لومهم فعلاً، فهم ينتظرون ربما لساعتين فتتوتر أعصابهم. لا يمكننا تزويدك بالوقود اليوم، يمكن غداً، سيكون يوماً زوجياً. لكنني سأخذ ابني إلى الطبيب اليوم. آسف. أصبح الأمريكيون أكثر تعقلاً في استهلاك الوقود. انتشرت السيارات الاقتصادية وتحولت محطات الطاقة من النفط إلى الفحم والغاز الطبيعي، وتوصل الأمريكيون إلى وسائل لتوفير الوقود بالتشارك في الرحلات وتخفيف السرعة. انطلاقاً من تجربة السبعينيات، يعتقد الكثيرون أننا نستطيع الصمود في وجه أزمة الطاقة القادمة كما سبق وصمدنا، لكن السبب مختلف جداً هذه المرة والحلول لن تكون سهلة. واجهنا في السبعينيات أزمة مصطنعة إلى حد ما، كانت طاحنة لكنها كانت قصيرة الأمد، وزرعت بذور فشلها مع بدء الحظر بعد اكتشاف 3 مناطق نفط ضخمة في بحر الشمال وخليج برودو في ألاسكا وكانتريل في المكسيك. وفرت هذه المناطق النفط الجديد لأسواق العالم بأسعار معتدلة خلال عقد من الزمن، فأنهت أزمة النفط في السبعينيات. وفي تلك المرحلة من تاريخنا توافر لدينا الكثير من الوقت والمال، إلا أننا نعاني في هذه الفترة من قيود مالية، والأهم من قيود الوقت. والوقت هو المصدر الذي لا يفهمه الناس فعلا. المال إذا لم تنفقه اليوم يمكنك إنفاقه غدا، أما الوقت الذي لا تستثمره بحكمة اليوم فستفقده للأبد. يتوقع أن يرتفع الطلب على النفط من 80 مليون برميل في اليوم إلى 120 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2020، وهذا يفوق كثيراً الطلب في بداية السبعينيات. وأدى تزايد قيود العرض والقيود الجغرافية إلى إضافة أبعاد جديدة كلياً
لمسألة العرض والمنافسة على الإمدادات. هذا ليس تكراراً لوضع السبعينيات، إنه عالم جديد بمستوى طلب أكبر من الماضي. ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة سريعة، ومع ظهور الطبقة الوسطى في الصين والهند سيزداد الطلب على النفط، وفيما يحاول مواطنو هاتين الدولتين تحسين مستويات حياتهم لابد أن تقفز السيارات إلى صدارة خيارات النقل. تخطط الصين لإنشاء طرق سريعة بطول 105,000 كيلومتر، هذا يفوق مجموع طول الطرق السريعة في الولايات المتحدة وهو 77,000 كيلومتر. يبلغ عدد سكان الصين حاليا 1,300,000,000 نسمة. يملك 1% منهم سيارات، لهذا فإن مجرد زيادة مالكي السيارات في الصين إلى 10% فقط سيؤثر كثيرا على إمدادات النفط العالمية. انضم 2.8 مليار شخص في الصين والهند إلى معادلة النفط مؤخرا. الخطأ الذي ارتكبوه هو محاولة مضاهاة أنماط استخدام الأرض وأنظمة النقل في الولايات المتحدة. ستؤدي السيارات في الصين والهند إلى كارثة، واستخدام السيارات في الولايات المتحدة يقترب من الكارثة. ستواجه هذه الدول كارثة محتومة. شاهدت الكثير من الدراجات الهوائية عندما كنت في بكين عام 1997، لكن الاعتماد على الدراجات يتراجع بينما يتزايد الاعتماد على السيارات باستمرار، وهذا يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة وزيادة استخدام النفط لإنتاج الكهرباء، ما يؤدي إلى ضغط هائل على موارد النفط. ونظراً لقوة اقتصادنا، فإن هذا سيؤدي إلى منافسة مباشرة مع احتياجاتنا في الولايات المتحدة. ننتقد الصينيين لأنهم يفرطون في استخدام النفط، فيما لا نزال نستخدم 3 أضعاف ما يستخدمونه، رغم أن عددهم يفوق عددنا ب4 مرات. بينما يجادل الصينيون بأنهم انضموا إلى نادي النفط مؤخراً، مع العلم أن جزءاً من إنفاق الصينيين على النفط قد يعود لنا. ما يفعلونه واضح، إنهم يأخذون الأموال التي ننفقها على استهلاك منتجاتهم ويشترون بها مرافق نفطية في السودان وفنزويلا وكندا. إنهم أكثر وعياً من الأمريكيين بمستقبل النفط. كانت الولايات المتحدة أغنى دولة في العالم بعد الحرب العالمية الثانية. اعتمد الرخاء الأمريكي على الطاقة الرخيصة، وكنا ثاني أكبر مزود للنفط في العالم. اعتقدنا أنه لن ينفد، لكننا استخدمنا بتهور أكثر من 50% من هذه الكميات الوافرة بعد 25 عاماً. اضطررنا إلى الانضمام لبقية الدول التي تعتمد على استيراد النفط، وبدأنا باستيراده من الخارج. ماذا تغير خلال هذه الفترة؟ لا شيء. نستهلك المزيد من النفط سنوياً، وننشئ المزيد من الطرق، ونصنع مركبات أكبر تزيد اعتمادنا على النفط الأجنبي. طورنا حضارة كاملة تعتمد على نفط ب$20 أو $30، لكنها لم تصمم للتكيف مع نفط ب$80 أو $100 أو $150. أدى تصميمنا للأماكن والمدن والأحياء إلى إجبار الكثيرين على استخدام النفط. عليهم استخدام البنزين أو الديزل للوصول إلى العمل والبيت وتوصيل الأولاد وحضور مباريات كرة القدم. اعتمدت هذه الحضارة على أن استخدام النفط سيستمر إلى الأبد، ولكن هذا النفط الرخيص بدأ في الاختفاء الآن. تتوقع وكالة الطاقة الدولية استمرار زيادة الطلب على النفط، لا سيما في الدول النامية، وتحث الحكومات على اتخاذ إجراءات سريعة وجريئة في سياساتها النفطية كي لا تواجه أزمة في التزود بالنفط خلال العقود القادمة.
قد نواجه مشكلة إذا تعرضنا لنقص في الولايات المتحدة، ربما ليس بنسبة 3 أو 5%، لكن بنسبة 10% بالتأكيد، لأن هذه الدولة تعتمد على الوقود السائل إلى حد يجعلها لا تتحمل نتائج نقص كهذا. قد تبدو 10% ضئيلة، لكنها كبيرة بالنسبة لقطاع النقل في بلادنا، وإذا اهتز هذا القطاع سيتعرض نقل الأغذية والبضائع بالقطارات وصناعة السلع وغيرها لمشكلة حادة. أعتقد أننا لم نخطط لمواجهتها. معدل استهلاك الفرد للنفط في الولايات المتحدة حوالي 3 جالونات يومياً، 20 باوندًا من النفط يومياً، بينما يستهلك الفرد 4 باوندات من الأكسجين يومياً، ما يعني أن استهلاكنا للنفط 5 أضعاف استهلاكنا للأكسجين يومياً. أصبحنا جنساً نفطياً. يجمع العديد من كبار المسؤولين في شركات النفط الكبرى على أن أسعار النفط ستحافظ على ارتفاعها، ويتوقع أغلبهم زيادتها في المستقبل. هل يمكن لعائلة متوسطة الدخل تحمل هذه الزيادات؟ وما هي الخيارات المالية التي سنضطر لاتخاذها عندما يستنزف وقود سياراتنا نسبة أكبر من دخلنا؟ ننفق في أمريكا حوالي 25% من دخلنا على السيارات، بينما ينفقون نصف هذا في أوروبا. من الواضح أن الفرق ضخم. في أمريكا طورنا أكثر أنظمة النقل كلفة في العالم لاعتمادنا على نوع رئيسي واحد من وسائل النقل، وهو السيارات الخاصة. فالنقل يحتل المرتبة الثانية بعد السكن في ميزانية العائلة المتوسطة في أمريكا، والتي تنفق حوالي 19% من ميزانيتها على امتلاك السيارات وتشغيلها وإصلاحها. يمكن القول إن معدل الإنفاق على الوقود لأغراض التنقل يتراوح ما بين 250 و300 دولار شهرياً. أحياناً قد نملأ خزان الوقود مرتين، وهذا يعني حوالي 1000 دولار شهرياً، مما يؤثر علي. قد نضطر أحياناً للاختيار بين شطيرة رخيصة والوقود. دخلي لا يغطي سوى احتياجاتي الأساسية، الحياة صعبة. نحتاج الذهاب إلى العمل والعودة، لا يحظى أبناؤنا برعاية صحية حالياً، علينا اختيار أحد الأمرين. ينفق المواطن أكثر من 1000 دولار شهرياً على النقل، لأن جميع التنقلات يجب أن تتم بالسيارة. لا يمكن ذهاب الأولاد إلى المدرسة سيراً على الأقدام، ولا شراء لوازم البيت، ولا الذهاب إلى العمل بدون سيارة. لا يمكنك فعل شيء بدون سيارة. رغم أن معدل إنفاق الأسرة المتوسطة على النقل يصل إلى 19% من دخلها، إلا أن هذا يتغير بتغير مستوى الدخل، فقد لا يتعدى إنفاق ذوي الدخل المرتفع على النقل 5% من الميزانية، بينما نعرف أن ذوي الدخل المتدني ينفقون حوالي 40% من دخلهم على النقل. يمكن إنفاق هذه النقود على الطعام أو الرعاية الصحية أو أي احتياج آخر، لكنه ينفق على النقل بدل ذلك. بصراحة أعتقد أننا لن نرى نهاية للنفط، ولكنني أعتقد أن احتراق النفط الأحفوري سيضر بنا كثيراً قبل نفاد النفط بفترة طويلة. أتوقع حدوث هذا؟ لا. نؤمن بفرضية أن كل هذه الأشياء مجرد خيارات، وهذا لتأثرنا بالإعلانات التلفزيونية. خضعنا لغسيل دماغ فاقتنعنا أن كل شيء مجرد خيار، نوع المنتجات التي نشتريها ونمط الحياة التي نعيش، وتعرضنا للتغير المناخي، وتعرضنا لأزمة طاقة أم لا، وما إذا كان انهيار الاقتصاد العالمي شيء يمكننا أن نختاره أم لا. إنها أشياء لا نختارها، بل ظروف يفرضها عليك الواقع.
وعليك أن تتصرف تبعا لهذا الواقع ومتطلباته. لذا ستدمرنا الفكرة السائدة في أمريكا، وهي أننا قادرون فعلا على الاختيار. الأهم من العجز ومن الرعاية الصحية ومن أي شيء آخر هو أن علينا أن نفعل شيئا لتغيير استراتيجية الطاقة التي نتبعها، لأننا إذا سمحنا باستمرار ارتفاع حرارة الجو بهذه الوتيرة، وإذا وصلنا ما نفعله إلى أن ينفد النفط دون أن نغير أي شيء، فمن المؤكد أن أولادنا وأحفادنا لن يتمكنوا من الحفاظ على نمط الحياة الأمريكية، وستندلع الحروب على الموارد في العالم. وقد تتحول أفلام ميل جيبسون إلى حقيقة بعد 100 عام من الآن. هل النفط عصب حياتنا؟ إذا كان هذا صحيحاً، إلى متى سنستطيع توفيره؟ وما الذي سنرضى بالتضحية به؟ النفط هو العملة الأصلية، النفط هو المصدر الأساسي للثروة، ومع ارتفاع أسعار النفط تزداد الرغبة أو النية أو مخاطر الصراع عليه، وسيؤثر هذا على قيمة الدولار الأمريكي وعلى العجز التجاري، وقد يؤدي هذا إلى نزاعات عسكرية أيضاً، ويمكن القول إن ذلك بدأ فعلاً. تتصارع الحيوانات على المصادر دائماً، تتصارع الدببة على الأسماك، وتحاول الأشجار تغطية أشجار أخرى. الطاقة مصدر كل الثروات، والنفط هو أهم مصادر الطاقة، ومن الطبيعي أن نتصارع عليه. في بلدتي ألصقت إحدى السيدات على دعامة سيارتها الفارهة جملة تقول: الحرب ليست الحل. وكلما أصادفها كنت أقول في نفسي: الحرب هي الحل. إذا كنت تريدين العيش هكذا فالحرب هي الحل. كفوا عن التذمر، تعودوا على الوضع. مغامرتنا في العراق كانت لمحاولة دفع دول الشرق الأوسط إلى الاعتدال والتأثير على سلوكها، لا سيما إيران والسعودية.
أعتقد أن على الأمريكيين أن يراعوا أنه سيكون علينا أن ننسحب من مواقعنا في الشرق الأوسط عاجلا أم آجلا. لن تستطيع إبقاء قوات عسكرية هائلة إلى الأبد. وكم سيستمر هذا؟ 12 شهرا أم 36 شهرا أم عدة سنوات؟ لا نعرف فعلا، لكن من أين سنحصل على النفط عندما يحدث هذا وتفقد أمريكا قدرتها على التأثير في أي شيء يحدث هناك؟ إذا أعدنا النظر في الخيار العسكري سندرك مدى كلفته من خلال التجربة العراقية وكيف تقلصت قدرتنا على تكرار ذلك في أي مكان آخر. لقد أرهقنا جيشنا واقتصادنا في العراق الذي لم نجن منه أي نفط بالأساس، ورغم ارتباط هذا بالنفط فلا يمكننا فعل ذلك في عدة دول أخرى. لا يمكن اقتصاديا ولا أخلاقيا الاستجابة لإغراء تأمين مصادر النفط باللجوء إلى عمليات حربية. من الواضح أن سياسة الطاقة الوطنية في الولايات المتحدة هي التي ستحدد سياسة الأمن القومي، وقد يدفعنا البحث عن بدائل أو نفط غير تقليدي إلى اتخاذ بعض القرارات الطائشة. تحدث بعض الأشياء الغريبة. بدأ نفطنا بالنفاد. بالنسبة لفنزويلا، هل سنشن حربا عليها ونستولي على نفطها؟ لقد تجاوزت ذروة الإنتاج ونفطها غير نقي، نفط سيء. بدأ نفط المكسيك بالنفاد أيضا، أو في طريقه إلى ذلك. في كندا كميات كبيرة من النفط الرملي، لكن إنتاجه مكلف جدا، مما يعني ارتفاع سعره. يوجد تريليون برميل من النفط الرملي في كندا، وسنكون محظوظين إذا أنتجنا أكثر من 2 مليون برميل أو 3 ملايين برميل من النفط الرملي في اليوم، لأن الأمر يرتبط بتوافر المياه والغاز الطبيعي. في فنزويلا يوجد 500 مليار أو 800 مليار برميل من القار، وهذا يعادل كمية النفط التي استهلكناها خلال 40 أو 50 سنة الماضية، لكن معدل استخراجه لن يتعدى 1 مليون برميل في اليوم، أي حوالي 1% مما نستهلكه حالياً. لهذا فالادعاء بوجود مخزون ضخم من النفط غير التقليدي وأنه قد يعوض النفط التقليدي الخفيف خطأ، مجرد وهم. ما زالت هناك كميات كبيرة من الفحم، وإذا استخدمت بحكمة يمكن أن توفر وقوداً يكفي لتوليد الكهرباء فترة طويلة. وبإجراء أبحاث على تقنيات الطاقة الشمسية والكهرومائية وطاقة الرياح وتطبيقها، يتطلع العلماء والمهندسون إلى ما يتعدى الوقود الأحفوري. يتطلعون إلى مصادر طاقة متجددة نظيفة، وتعد هذه الجهود بدوام ما تبقى من الوقود الأحفوري لفترة أطول، كما يمكن أن تساعد في العثور على أنواع جديدة من الطاقة المتجددة يمكن أن تكفي آلاف السنين. لكن احتمال نفاد موارد النفط يتضمن مجموعة من المسائل المختلفة، فللنفط أهمية خاصة لارتباطه الوثيق بمرافق النقل التي نعتمد عليها، وتستهلك نسبة 95% من النفط المنتج حالياً، وهي حقيقة لا يمكننا تغييرها. بعد أن أصبحت وسائل النقل الشخصية أسلوب حياة، لا سيما في أمريكا، أصبح وضع الناس هشاً بسبب الاعتماد على النفط. علينا أن نحث واضعي السياسات على عدم اختيار حلول للأعراض فقط دون معالجة المشكلة ككل. رئيس الولايات المتحدة. عندما نجد أننا نواجه مشكلة مع نمط الحياة الأمريكي، نمط العيش في الضواحي،
أعتقد أننا سنشارك للأسف في حملات السياسيين الذين يسايرون رغبة الناس في الحفاظ على ما لا يمكن الحفاظ عليه والاحتفاظ بما لا يحتفظ به، ما يؤدي إلى هدر كبير لمواردنا في محاولة لدعم نمط العيش في الضواحي، لكن قد نفعل هذا بأي حال. يتطلب استمرار قدرة أمريكا على المنافسة توافر طاقة رخيصة. أدمنت أمريكا على النفط الذي يستورد غالبا من مناطق غير مستقرة من العالم. التكنولوجيا أفضل وسيلة للتخلص من هذا الإدمان. تتزايد الأوهام في مجتمعنا، حيث يخشى البعض أننا قد نواجه مشكلة. هناك اعتقاد، وهم بوجود حل سينقذنا. يتوهم البعض أننا إذا بالغنا في التمني سنعثر على وقود سحري بديل يتيح لنا الاستمرار في استخدام السيارات كما نفعل حاليا. نتمنى أن يستمر ازدهار قطاع الإسكان ليستمر توافر فرص العمل في البناء وأجورها المرتفعة. نتمنى حدوث معجزة تقدم حلا للمشكلة. لا يدرك الكثير من الأمريكيين الفرق بين الطاقة والتكنولوجيا، وأن كلا منهما يختلف عن الآخر. تسمع من وسائل الإعلام الأمريكية الآن أن التكنولوجيا تحل مشاكل الطاقة، إنها حل بديل. هذا فهم خاطئ للحقيقة. الطاقة تختلف عن التكنولوجيا، لا يعني نفاد أحدهما التحول إلى الآخر. التكنولوجيا تعتمد على الطاقة. سنضاعف أبحاثنا لتوفير بطاريات أفضل للسيارات الهجينة والسيارات الكهربائية والسيارات النظيفة التي تعمل بالهيدروجين، وسنمول المزيد من الأبحاث المتقدمة لإنتاج الإيثانول، لا من الذرة فحسب بل ومن رقائق الخشب أو حشائش الدخن. إذا حسبنا أقصى كمية إيثانول يمكننا إنتاجها من الذرة في بلادنا، سنجد أننا لا نستطيع إحداث تغيير يذكر على الطلب. وإذا تخلصنا من كل المحاصيل التي تزرع في الولايات الإحدى عشرة الأكثر خصوبة في البلاد وزرعنا كل متر فيها بالذرة، فلن نغطي نصف حاجتنا الحالية إلى الوقود السائل، ناهيك عن نمو الطلب في المستقبل. لا أعتقد أن تشكيلة من بدائل الوقود ستمكننا من مواصلة ما نفعله في الولايات المتحدة بالطريقة نفسها. لن نشغل شبكة الطرق بين الولايات ومجمعات التسوق ومدن الملاهي بأي تشكيلة من النفط الرملي أو سوائل الفحم أو الإيثانول أو الديزل الحيوي أو الهيدروجين أو حتى زيت قلي البطاطا. لن يحدث هذا. نضع أمالا كبيرة على التمكن من هذا، لكن هذا لن يحدث. يريد الجميع حلا شاملا. يريدون ديزل الصويا وإيثانول الذرة والهيدروجين. يريدون طريقة لإبقاء هذه البحبوحة، لكن الحقيقة أنه لا يوجد بديل واحد يمكن أن يوفر لنا النفط بالكميات التي نستهلكها حاليا. سنحتاج إلى مجموعة من الحلول الصغيرة، كلها مهمة، لكن أي منها لن يستطيع أن يحل وحده محل النفط الذي نستخدمه حاليا. سنستخدم كل هذه الأشياء بطريقة أو بأخرى. لا أقصد أنني ضد فكرة استخدام وقود بديل، لكن أملنا سيخيب عندما نعرف ما يمكن أن يفعله لنا، ويحتمل أن يخيب أملنا من مستوى الابتكارات المتعلقة بهذا وجودتها. لن نجد حلا شافيا لهذه المشكلة. باستخدام المواهب والتقنيات الأمريكية تستطيع هذه البلاد تحسين بيئتنا وإنهاء اعتماد الاقتصاد على النفط وإنهاء اعتمادنا على نفط الشرق الأوسط. اعتماد الولايات المتحدة على مصادرها لتوفير الطاقة هدف رائع، وهو مدار بحث منذ سنوات، ويتزايد اعتمادنا على مصادر النفط والغاز الطبيعي واليورانيوم الأجنبية رغم الجهود التي تبذل للحد منه. لهذا فهو هدف سام لكنه صعب التحقيق. أتوقع أن نستورد النفط والغاز لفترة طويلة. يمكن القول إن أمريكا يمكن أن تحل مشكلة الطاقة
إذا استطاعت استخدام طاقة الأدخنة التي تلوث بيئتها. نعم، وفرت لنا السيارات قدرة لا نظير لها على الحركة، وستستمر في لعب دور مهم في تنقلاتنا. لكن لا بد من نهاية الاعتماد على الراحة التي توفرها لنا السيارات. بخلاف الاعتقاد الشائع، لم يدمن الأمريكيون على النفط، بل أدمنوا سهولة التنقل. وهذا هو الإدمان الذي يجب أن نعالجه لنضمن عدم تحول الحلم الأمريكي إلى كابوس. إن لتوسع المدن المنتظم والعشوائي في الولايات المتحدة مساوئه، كما في جميع دول العالم المتطورة، وفي مقدمتها الإفراط في استخدام السيارات الأكثر استهلاكاً للوقود، ولا بد لهذا أن يتغير. يمكننا مضاعفة كفاءة السيارات الجديدة كما فعلنا ما بين عامي 1972 و1985. يمكننا عمل ذلك مرة أخرى، وقد تكون المهمة الأولى، ولكن علينا القيام بأشياء أخرى كإعادة الاستثمار في قطاع النقل العام، وعلينا إعادة التفكير بكيفية تصميم المدن والضواحي والأحياء. علينا أن نفكر بكيفية الانتقال بهذه الحضارة الرائعة إلى العام 2100. لا أحد يعرف في الولايات المتحدة كيفية هذا الانتقال، ولم يجب أحد على هذا السؤال. علينا اعتماد ترتيبات أخرى للحياة اليومية في أمريكا. إنها حقيقة راسخة في هذه الفترة من تاريخ المدن. فبعد فترة طويلة من قيامنا بإنشاء مناطق أحادية الغرض في المدن، كالمناطق السكنية والمناطق الصناعية ومناطق للمكاتب ومناطق للمدارس، أدركنا عيوب هذا النوع من التخطيط. ارتكبنا أكبر الأخطاء في تخطيط استخدام الأراضي في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات وحتى في التسعينيات، عندما فصلنا المناطق السكنية عن المناطق التجارية والصناعية. بالمناسبة لم يقتصر الأمر على المطورين، بل أدلى المستهلكون بدلوهم أيضا. أردنا عزل أنفسنا في وحدات منفصلة، ثم اضطررنا للاعتماد على السيارة للتنقل بين البيت والعمل، أو بين البيت والمستشفى، أو بين البيت ومحل البقالة. نظمنا حياتنا بطريقة أجبرتنا على استخدام السيارة. أعتقد أننا تخلينا بغطرسة عن 2000 سنة من تراكم المعرفة بخصوص المستوطنات البشرية بعد الحرب العالمية الثانية. نؤمن اليوم أن الغد سيكون أفضل من الأمس. نعتقد أننا أكثر ذكاءً وأن الآلات تعيد صياغة أسلوب حياتنا. كما افترضنا بمنتهى الجرأة والغطرسة أحياناً أننا نستطيع ابتكار عالم مختلف تماماً لا علاقة له بالتطور التاريخي للاستيطان البشري. أعتقد أن الآلات سببت لنا الجنون على مدى 50 عاماً ما بين عامي 1950 و2000، لكنني أعتقد الآن أن مدينة تلو أخرى بدأت تدرك ضرورة الموازنة بين الاهتمامات المختلفة وتصميم المدن بشكل أفضل بالنسبة لكل هذه السيارات. لماذا؟ لأننا سمحنا بتطوير غير محدود على طول الطرق السريعة، وبالتالي دمرناها كطرق فعالة. لماذا نفعل هذا؟ لم ندرك تأثير ما كنا نفعله آنذاك. يريد الجميع استخدام السيارات، يريد الجميع منزلاً في الضواحي برهن بفائدة 4%، لا سيما إذا كنت عائداً من الحرب العالمية الثانية وتستطيع شراء بيت ب8 أو 9 أو 10 آلاف دولار. من يمكنه أن يلوم الناس آنذاك إن أرادوا الانتقال من الشقق الصغيرة في الأحياء الفقيرة وتحقيق جزء من الحلم الأمريكي؟ من المؤسف أننا نسينا كيف كان الناس يذهبون إلى العمل ويعودون منه، وأعتقد أننا بدأنا ندرك أخيراً ما فعلناه بأنفسنا. يتصارع مسؤولو البلديات يومياً مع تزايد ضغط التوسع الحضري على خدمات المدن.
أدت كلفة إنشاء شبكات الطرق والمرافق العامة وخطوط المياه والمدارس ومحطات الإطفاء ومراكز الشرطة والمستشفيات وصيانتها إلى إرهاق ميزانيات المدن إلى حد استنزافها. هذه بعض عواقب 50 عاماً من التطوير الحضري غير المدروس. علينا ابتكار مخططات مدن وممارسات بناء توفر مستقبلاً مستداماً للأعداد المتزايدة من السكان. علينا إعادة فهم أهمية النقل العام كدليل لنمونا في المستقبل. إذا استطعنا إعادة تأطير نمونا بطرق تراعي السلامة البيئية والاقتصادية، فسنتمكن من تمهيد الطريق لمستقبل أفضل. علينا تذكر أننا حيوانات تتحرك ببطء، وإذا ما تذكرنا ذلك أثناء إعداد تصاميمنا فسنكون على الطريق الصحيح إلى تحقيق شيء يمكن أن ينعكس علينا مباشرة كبشر، وهذا مكسب أو فن فقدنا جانباً منه خلال سنوات عشق السيارات، حيث بدأنا بتصميم المدن على ما يتفق مع سرعة 60 كيلومتراً في الساعة أو حوالي 80 كيلومتراً ونصف في الساعة بدل سرعة البشر وهي حوالي 5 كيلومترات في الساعة. المشي هو البديل الأهم. الرحلات التي يقوم بها الناس إلى المتنزهات وأماكن الترفيه، المشي إلى المدارس، والتسوق من محلات البقالة، وارتياد المقاهي التي يمكن الوصول إليها سيراً على الأقدام. عندما نوظف مهندس مرور في مشروعنا نقول له إننا سنغير مسمى وظيفته من مهندس مرور إلى مهندس مشاة، وإن عليه أن يفكر بالمشاة. تكمن المشكلة في مهندسي المرور العاملين لدى السلطات، حيث تقتصر مهمتهم على تيسير تحرك السيارات بسرعة وفعالية. يتطلب هذا تحلي المسؤولين المنتخبين بإرادة سياسية ومخططين لتجاوز تلك العقلية، وعلينا التصدي لمفهوم أن السيارات أهم من المشاة. الشارع الرئيسي أو ما كان يسمى الشارع التجاري في إنجلترا منتج حضاري رائع، له تاريخه وتقاليده وأبعاده ثابتة لأن أبعاد جسمك ثابتة. المسافة المناسبة لرؤية تميزه لا تتغير، وهي المسافة بين جانبي الشارع، وبمجرد البدء بإضافة 6 مسارب سيقول الكثيرون: أليس من الأنسب إضافة 6 مسارب للشارع الرئيسي؟ ما يحدث أن الناس لا يستطيعون تمييز الآخرين، فيفقد الطريق بعده الاجتماعي. أولاً علينا أن نسأل أنفسنا عن نوع الحياة التي نريدها هنا، وما نوع النشاطات التي يحتمل أن يمارسها الناس، أين سيكونون وإلى أين سيذهبون. علينا أن نبدأ بالحياة. ما نوع الفضاءات التي سنحتاجها لهذه الحياة؟ وأين يمكننا تشييد المباني لتوفير هذه الفضاءات؟ وكيف يمكننا أن نوائم بين المباني والمساحات بحيث نصمم مدينة لا مجموعة مبان؟ لذا يجب أن نعتمد ترتيب حياة، فضاءات، أبنية، لا أبنية، فضاءات بدون حياة. نحاول في مشروع بلمار إيجاد مركز جذب للضواحي، فلا يوجد مكان يذهب الناس تلقائياً إليه عندما يريدون الاحتفال بحدث ما. كنت قد انتقلت حديثاً إلى كولورادو عندما أنشئت مدرسة كولومباين الثانوية، ولاحظت آنذاك عدم وجود مكان يمكن أن يجتمع فيه الناس، وأخيراً قرروا الاجتماع في ساحة وقوف السيارات في إحدى الكنائس. لكن لم يكن هناك مكان لمناسبات العزاء، وكان هذا من النتائج السيئة لنمط بناء الضواحي. ما
نريد أن نوفر أماكن رائعة يستمتع الناس فيها، ونريد من المصممين مساعدتنا على تحقيق هذا، وعلينا أن ننتبه إلى التفاصيل لنصمم بيئات يحبها الناس ويعتنون بها ويعيشون فيها ويستثمرون، وهذا ما يمكن للتصميم فعله لإضفاء قيمة على فكرة تنظيم النمو بهذا النسق المترابط. لكن الاهتمام بنوعية الأماكن وتصميمها هو ما يبعث الحياة فيه فعلاً، وما يذهلني أننا نسينا كيف نصمم مدناً ينساب فيها المرور فعلاً. نجحنا في هذا في مطلع القرن العشرين، لكننا أصبنا بفقدان ذاكرة ونسينا الأمر. أثناء البحث عن حلول للمشاكل التي أفرزها توسع الضواحي العشوائي، يعود العديد من المدن إلى تاريخها للعثور على إجابات. كانت المدن أكثر تراصاً بحكم الضرورة في مطلع القرن العشرين، وكانت توفر بيئات غنية ومتنوعة للمشاة، كما كانت تيسر وصول السلع والخدمات. كانت للأحياء استخدامات متعددة، فتضمنت مرافق سكنية وتجارية واجتماعية يمكن الوصول إليها سيراً على الأقدام، كما توفرت شبكات طرق تربط أحياء المدينة، ما سهل الوصول إلى أماكن العمل ومناطق الترفيه والفعاليات الاجتماعية أيضاً. علينا بطريقة أو أخرى العودة إلى أمريكا ما قبل الحرب العالمية الثانية، إلى مدن تلك الفترة التي كانت تعتمد على الحافلات للوصول إلى الأحياء والمراكز الحضرية، وتستثمر مبالغ كبيرة في مرافق النقل. بالطبع تخلينا عن كل هذا بعد الحرب العالمية الثانية ودمرناه، لذا علينا العمل للعودة إليه. التركيز على توفير قاعدة حقيقية للنقل العام يعني مراكز مدن مزدهرة وأحياء أكثر كثافة وازدهاراً. يحتاج هذا إلى وقت، فهو لا يحدث بين عشية وضحاها. نبذل الكثير من الجهد والاهتمام في التركيز على تيسير استخدام السيارات بأي ثمن، وهذا يصرف انتباهنا عن كل الأشياء العقلانية التي يمكننا عملها كإعادة إنشاء منظومة نقل عام جيدة كما تتوقع جميع الدول المتحضرة الأخرى من دولة كالولايات المتحدة. لذا علينا البدء بالقول أنشأنا طرقاً سريعة كافية، وعلينا الآن البحث عن بديل عالي المستوى. هذا سيحد من ازدحام الطرق السريعة التي يستخدمها الكثيرون. لا يمكننا القول لهؤلاء ابقوا هناك طوال اليوم، لكن توفير بدائل للناس أفضل طريقة للحد من ازدحام الطرق السريعة. يعتبر تعلقنا بالمناطق جزءاً من مشكلة حياتنا حالياً، فمناطقنا تعني حياتنا الاجتماعية وحياتنا الاقتصادية والبيئة التي نعيش فيها، وكلها على مستوى الإقليم. إنها تتعدى مستوى الحي وتتعدى مستوى المدينة، وهذا ما يجمعنا. لهذا يبدو أننا نعيش حياة تتعدى ما يمكن أن يوفره لنا حي واحد، بحيث أصبحنا نعني بالمكان القريب المكان الذي يسهل الوصول إليه، ولكن بشكل معكوس تقريباً. لهذا فالنجاح الحقيقي يعني توفير بيئة نقل تقصر المسافات التي يقطعها المشاة، وقصر المسافات مع توفير مرافق النقل هو البديل المطروح لاستخدام السيارات. تيسير التنقل يعني لي توافر مراكز نشاطات مكثفة، حيث يعيش الناس ويعملون ويذهبون إلى السينما أو يتناولون فنجان قهوة في مكان واحد، فيصلون إلى كل ما يحتاجونه مشياً دون استخدام السيارة. إذا سرت في أي مكان وحصلت على حاجتك، فستختفي مظاهر سيئة كثيرة للنمو الاقتصادي، فلن يحدث تلوث أو ازدحام مرور، وستكون حياتك أفضل بكثير. إنه مزيج من مرافق النقل والتطوير السكني، مع مراعاة ما يتعلق بالمدارس وتخطيط استخدام الأراضي والتخطيط البيئي وتخطيط التنمية الاقتصادية. لا أؤمن بفصل رؤيتنا للنقل عن رؤيتنا للمدن، فرؤيتنا للنقل جزء من رؤيتنا الشاملة لما نسعى لتحقيقه خلال 50 أو 100 سنة القادمة. يمكن إنشاء مكان في أي محطة لوقوف مركبات النقل، أكان ذلك محطة قطار أم موقفاً رئيسياً للحافلات مثلاً.
وتستخدم كلمة مكان لوصف منطقة النشاطات التي تناسب ذلك المرفق، قد تكون بسيطة أحياناً كمحل لبيع الصحف أو شراء كوب قهوة، وقد تكون معقدة أحياناً كالمكاتب التجارية والمباني الكبيرة أو المتوسطة. يؤدي مثل هذا التطوير لا سيما قرب محطات السكك الحديدية إلى زيادة محصلة الضرائب المحلية وزيادة عدد مستخدمي شبكة النقل العام. يعتمد من يعيشون في مناطق التطوير المرتبط بالنقل كالمباني المتوسطة المتاخمة لمحطة نقل على وسائط النقل العام أكثر من غيرهم. فوائد هذا واضحة: الحد من استخدام السيارات، والحد من أزمات المرور، والحد من التلوث، ما يعني الحد من الاعتماد على النفط الأجنبي المتذبذب والمكلف والكثير من المنافع الأخرى. لذا تعتبر فكرة تطوير المناطق المجاورة لمحطات وقوف وسائط النقل العام استخداماً أكثر فعالية للأرض وعودة جيدة إلى الاستثمار في المرافق العامة بجذب الاستثمارات الخاصة إلى ذلك الموقع. مع ارتفاع أسعار الوقود ستزداد الحاجة إلى إنشاء أحياء قرب محطات النقل العام، وسيؤدي هذا الطلب الجديد إلى زيادة قيمة عقارات هذه الأحياء، وهذا مفيد للمدن، لكنه قد يؤدي إلى جذب الأغنياء إلى المنطقة، ما يثير القلق من مخاطر اضطرار العائلات متدنية الدخل إلى الانتقال إلى مناطق لا تخدمها وسائط النقل العام، ما سيجبرهم على تخصيص جزء أكبر من دخلهم للنقل. هذه مسألة مهمة لا يمكن تجاهلها، ويجب التعامل معها كأولوية إذا أردنا أن يستفيد الجميع من هذه الأحياء. من الرائع أن نوفر أماكن ملائمة للعيش، لكن علينا توفير ما يكفي منها للجميع. لذا لا يقتصر الأمر على الاهتمام بجزء من المدينة بينما يعاني غيره من الأجزاء. يجب توفير ما يكفي لينعم جميع من يعيشون في ذلك المجتمع بحياة أفضل. عندما أتخيل الطلب على المساكن قرب محطات النقل العام خلال السنوات الثلاثين القادمة، أتوقع أن يعود نصفه لأسر متدنية الدخل، وفي الوقت نفسه لا تكفي الأراضي المتوافرة لبناء هذه الأحياء حول محطات النقل العام. وإذا استطعنا مساعدة الأسر متدنية الدخل بمنحها فرصة العيش قرب محطات النقل العام والوصول إليها سيراً على الأقدام واستخدامها للوصول إلى أعمالهم، سنكون ساعدناهم على توفير تكاليف امتلاك السيارات، أي توفير $10,000 سنوياً يمكن أن يتكبدوها إذا سكنوا خارج حدود المنطقة. يجب أن يكون المكان متنوعاً من حيث الاستخدام والمستخدمون. لا نريد مناطق خاصة بالعزاب ومناطق خاصة بالمسنين. كفكرة تصميم أحياء لفئات عمر معينة أو فئات دخل معينة، فقد أدى عزل الأسر متدنية الدخل إلى تفكك الأسر. لذا نجد أن الأحياء التي يعيش فيها مزيج الأسر مختلفة الأعمار والدخول أكثر قابلية للبقاء والنجاح على المدى البعيد. يتيح النقل العام للأمريكيين فرصة الاختيار، فالعديد من الأمريكيين مثلاً لا يستطيعون سواقة السيارات أو لا يمكنهم شراء سيارات، ويتيح لهم النقل العام فرصة المشاركة الكاملة في نشاطات المجتمع. يعتبر دخول الأمريكيين الذين ولدوا خلال فترة ازدهار النمو السكاني بعد الحرب العالمية الثانية مرحلة الشيخوخة
من أبرز الاتجاهات السكانية حاليا، والمعروف أن نسبة تردد المسن الأمريكي الذي لا يستطيع قيادة السيارة على الطبيب أقل بنسبة 15% عمن يستطيع استخدام السيارة، كما تنخفض مشاركته في النشاطات الاجتماعية كالتردد على الكنيسة والتسوق وغيرها من النشاطات بنسبة 50% عمن يستطيعون قيادة السيارات. لذا إذا ما استمر الاعتماد على وسيلة نقل واحدة دون توفير خيارات للناس فسنكون قد تخلينا عن فئة كبيرة من مواطنينا. تنطلق آلية السوق حالياً من رغبة المسنين في الانتقال إلى بيوت أصغر بعد استقلال أبنائهم عنهم. يريدون بيوتاً أصغر بغض النظر عن اكتظاظ المنطقة، ثم يتزوج الجيل الجديد الذي تتراوح أعماره ما بين 20 و30. وهؤلاء لا يرغبون في العيش في الضواحي، بل يريدون العيش بالقرب من أبناء جيلهم للتواصل معهم. لهذا نشهد اكتظاظ المدن بالسكان. يدفعنا تاريخ بلدنا مع السيارات وحبنا للحرية التي توفرها لنا إلى التمسك بها. ومع استمرار المنافسة العالمية على مصادر الطاقة وازدياد عدد السكان في بلادنا، لا بد من إعادة النظر في سياسات الطاقة. فهذه فرصتنا للحد من استهلاك الوقود والتلوث وتحسين نوعية حياتنا في الوقت نفسه. هناك قائمة كبيرة بالمهام التي يمكننا القيام بها وعلينا القيام بها، بل يجب أن نقوم بها، لكننا لا نفعل. لا مجال للتقاعس وتبادل الاتهامات. علينا إصلاح نظام السكك الحديدية ونظام النقل العام في أمريكا لنستطيع التنقل بين بلدة وأخرى أو بين مدينة وأخرى. علينا إصلاح الزراعة في هذه البلاد، لأن الزراعة الصناعية لن تنجح وسنموت جوعاً إذا اتبعناها، وإذا لم نبدأ بإنتاج مزيد من الغذاء في المناطق القريبة. علينا أن نتغير ونغير أسلوب حياتنا. هذه مجموعة كبيرة من المهام ولكنها واضحة، ولكن هل سنتصدى لها؟ أم سنكتفي بالصراخ والتذمر من الخلل الذي يكتنف هذه العملية؟ يتعلق هذا بمسألة التخلي عن السيارات بشكل عام. سيتمسك الناس بالمفاتيح في مرحلة معينة، لن نستطيع انتزاعها منهم لتمسكهم بهذا الخيار، لتمسكهم بما توفره من مرونة وراحة، وهم على استعداد لتكبد نفقات شراء سيارة وملئها بالوقود وتأمينها وصيانتها. سيقول البعض: لن أتخلى عن السيارة مهما كانت الظروف. لكن كثيرين سيقولون: قد أستطيع استخدام ما سأوفره لتسديد أقساط البيت وتعليم الأولاد. وسيقول البعض: لا أريد إنفاق هذا المبلغ على سيارة رباعية الدفع، أفضل إنفاقه على شيء أهم كالسفر والصحة والتعليم. وهذه هي الخيارات التي أتحدث عنها، الخيارات التي تتاح للناس عند توافر العديد من أنظمة النقل. لا ينحصر الأمر بالمفاضلة بين السيارات الخاصة ووسائط النقل العام، فنحن بحاجة للنظامين، ولكن علينا أن نبحث عن أفضل طريقة لنتيح للأمريكيين اختيار ما يناسبهم، اختيار الأفضل لتحسين ظروف حياتهم. لا قيمة للنقل بحد ذاته، فقيمته تنبع من القيمة التي يضيفها لحياة الناس. سأطرح الموضوع من منظور سياسي، لأننا لا نفي السياسات المتعلقة بالقطار والنقل العام حقها من النقاش، ولكن هناك خيار يمكن تشبيه الأمر بالجسم. يمكنك الانتظار إلى أن يبدأ الألم
ثم تتصرف، ولكن ثمن العلاج سيكون مكلفاً وقد لا ينجح إذا تأخرت، بينما يمكنك أن تتصرف بمجرد الشعور بالألم فتكون الكلفة أقل وتستطيع التصرف وتكون احتمالات النجاح أكثر. المشكلة الآن أنه يصعب إقناع الناس بالتغيير، وقد يتعدى الجيل الحالي إلى الجيل القادم. قد يتجاوز هذا قدرات السياسيين الذين ينتخبون كل عامين أو 4 أعوام، أو إمكانات القطاع الخاص الذي يجب أن يحقق أرباحاً كل عام. لكن إذا استبقنا الألم ومنحنا موضوع النقل العام ما يستحق من اهتمام بدل انتظار تفاقم اختناقات المرور بعد 20 عاماً، فأعتقد أن مدننا ستكون أفضل على مدى 20 أو 30 أو 40 سنة القادمة. لكن عليك أن تعي أن من مهامك كسياسي أن تعمل على تهيئة مدينتك للسنوات 50 القادمة وليس فقط للانتخابات القادمة. من أروع ما تميزت به حركة عصرنة العمران التقليدي هو أنها أحيت الكثير من المعارف التي رماها الأمريكيون في مزبلة التاريخ، لا سيما ما يتعلق بتصميم الأماكن التي تصلح للعيش وبنائها وإصلاحها، وهكذا استعدنا هذه المعارف. أدركنا أهمية هذا بعد حوالي 5 عقود من الاعتماد على التحليل الإحصائي وهندسة المرور في تخطيط مدننا. استعدنا الكثير من المعارف والمعلومات والخبرات والفنون التي تمكننا من العمل بطريقة أفضل من الناحيتين الروحية والنفسية، ما يعني احتمال أن تكون أكثر ديمومة من الناحية الاقتصادية. علينا مساعدتهم، لا أن نكتفي بمشاركتهم في تطلعاتهم، علينا دعم هذه التطلعات إلى أقصى حد ممكن والمساهمة في تحويلها إلى حقيقة. أعتقد أن قمة النجاح تتجسد في طرح مفهوم جديد وفكر جديد لإقناع المترددين بإمكانية التغيير وبتوافر طرق عديدة للتغيير لن تثقل عليهم ولن تكبدهم المزيد من النفقات، بل يمكن أن توفر لهم المزيد من الراحة وتتيح لهم إنفاق أموالهم لتلبية احتياجات أخرى غير السيارة أو نفقاتها. أحب أن أتخيل أنني أحلق في طائرة صغيرة وأرى مباني ترتفع 8 أو 10 أو 12 أو 14 أو 18 طابقاً تنتشر حول محطات النقل العام، فتوفر فرصاً أفضل للحصول على ما يريدون بدون حاجة لاستخدام السيارة. عندما ينتقل الصغار إلى هنا ويعتادون على عدم استخدام السيارات، يحتمل أن يعيشوا في إحدى هذه المجمعات الصغيرة أو هذه القرى الصغيرة التي توفر لهم وسطاً اجتماعياً مترابطاً كحبات العقد يمكنهم من التنقل من مكان إلى آخر بسهولة والالتقاء بأشخاص قد يثيرون اهتمامهم دون الاضطرار إلى استخدام السيارات. إذا استطعنا إقناع الناس بأن هذا أفضل لصحتنا وأفضل لنا ويمكن أن يكون رائعاً وممتعاً ومبهجاً ومريحاً، سيكون الناس عندها أكثر رغبة في طلبه. الأمر الجيد أننا ننطلق من خبرة في تصميم المستوطنات البشرية تراكمت على مدى 2000 سنة نسترشد بها في تصميم أماكن تصلح لجميع المستويات، إضافة لازدياد إدراك الناس للحاجة إلى إجراء تغيير جذري. علينا أن نعمل أفضل مما نفعل الآن، علينا بالتأكيد أن نقوم بما هو أفضل لأننا نعمل من أجل المستقبل.